مصر من الدول اللي بتهتم بشكل كبير بالأطفال، وعشان كده السنين الأخيرة بقى فيه اهتمام كبير جداً بالأطفال المبتسرين. بمناسبة مرور اليوم العالمي للطفل المبتسر أو اللي بيتولد ناقص نمو وبيحتاج لحضانة عشان يكمل نموه بشكل صحيح أو بيعاني بعدها طول عمره من مضاعفات نقص النمو اللي كمان ممكن تهدد حياته، ابتدت الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال إنها تحتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر من سنة 2018، وده لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا الخاصة بصحة الأم وبالطفل والمرتبطة طبعا بالولادات المبكرة، خصوصا إن معدلات الولادات المبكرة في مصر نسبتها من 18% ل 20% وبتمثل 47% من وفيات الأطفال حديثي الولادة، وده غير إنها من أهم الأسباب الإعاقة بين الأطفال في مصر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من التليفون الدكتورة منى حافظ، استشاري أطفال والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لأعضاء الكلية البريطانية لطب الأطفال. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي دكتورة. بتشوفي نشاط الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال اللي بيتم حاليا في محافظة أسوان بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب وصندوق تحيا مصر وجامعة أسوان، وده طبعا بمناسبة اليوم العالمي للأطفال المبتسرين، بتشوفي إنه ده إزاي بيفرق سنة عن سنة؟ العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر بهدف لفت نظر المجتمع والدول لأهمية قضية الطفل المبتسر وإزاي نحسن المخرجات بتاعته وإزاي نقلل أعدادهم أساسا. ده الكلام ده من 2008. إحنا في مصر بدينا نمشي في مصاف بقية دول العالم من سنة 2018، والحدث المشترك بين دول العالم كلها في الاحتفال بيبقى إنارة معلم من المعالم المشهورة في البلد باللون الأرجواني اللي هو البيرفل اللي بيرمز للأطفال المبتسرين. سنة 2018 الجمعية قامت بإنارة الهرم وأبو الهول باللون البيرفل عشان نعلن للعالم كله أن مصر مهتمة بالأطفال المبتسرين، وسنة 2019 تم إنارة برج القاهرة بنفس اللون البيرفل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. السنة دي الاحتفالية باليوم العالمي للطفل المبتسر احنا اطلقناها من محافظة أسوان وممتدت على مدار 4 أيام اخرهم النهاردة. انارنا امس مساء معبد فيلة باللون الأرجواني، والنهاردة في ماراثون جري على كورنيش النيل بالتعاون مع المؤسسة السير مجدي يعقوب وصندوق تحيا مصر والعديد من وجامعة أسوان ومحافظة أسوان والعديد من المؤسسات والمنظمات الحكومية والأهلية عشان نقول مصر بتهتم بالطفل المبكر، وإحنا بنسميه الطفل المبكر اللي هو مولود بدري المبكر عشان يبقى مش المبتسر زي ما إحنا متعودين نقول، يعني إحنا حاولنا نقول تخفيفا للاسم فسميناه ابني البدري علشان يوصل للناس. وكان امبارح بالصبح كان في مؤتمر علمي اشترك فيه ناس من خبراء من مصر وأساتذة من مصر وخبراء وأساتذة من مختلف بلاد العالم عن طريق كويبينار، يعني من أساتذة من هولندا ومن إنجلترا ومن كندا ومن أمريكا، واشتركت معانا بكلمة في بداية المؤتمر كانت سلكي مادير اللي هي الفاوندر بتاعة اليوم العالمي للطفل المبتسر، وكانت محاضرات علمية للأطباء وعاملين عدة ندوات في قرى محافظة أسوان زي قرية بلانة وقرية جبل طاقوق للأمهات مهم جدا اللي حصل، ومهم جدا كان إلقاء الضوء على هذه القضية لأطفال البدري أو للأطفال المولودين مبكرا أطفال المبتسرين. الدكتورة منى حافظ، استشاري أطفال والمدير التنفيذي للجمعية المصرية لأعضاء الكلية البريطانية لطب الأطفال، شكرا جزيلا على مداخلتك معنا.